الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نرى بعض الأعداد من الإصحاح الرابع من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. موضوعنا النهاردة عن الفرح بالرب، وطبعا أنتوا اجتماع أسرة فيكون يعني التركيز على الأسرة. الحياة المسيحية بوجه عام هي حياة فرح، زي ما القديس بولس الرسول كتب افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. وهنا نلاحظ أنه كلمة الفرح هنا هي فرح في الرب، لأن طبعا العالم ممكن يكون فيه فرح، لكن الفرح في الرب يختلف لأنه بيكون أساسه هو الرب. لذلك قال كل حين. طبعا ليس لأن كل حين وضع كويس، يعني في إنسان بيفرح في يوم كويس، في نجاح، في تحقيق شيء اشتهى أن هو يحققه، وفي أوقات بيواجه يعني إخفاق فبيحزن. لذلك كل إنسان في حياتنا بيمر بكده وبكده، لكن كلمة في كل حين لأنه الفرح في الرب بيكون فرح ثابت، مش لأنه الظروف ثابتة، ولكن لأن الله ثابت، ولذلك الفرح فيه بيكون فرح ثابت. الأسرة المسيحية هي أسرة فرحة، لأن هي بتأسيس الأسرة في يوم تأسيسها هو يوم فرح، بنسميه فرح، بيبتدوا إن عمل فرح وبنسميه إكليل، وكلمة إكليل جاية من فرح. والكنيسة هي الأسرة، هي كنيسة صغيرة فيها سلام وفيها هدوء، والبيت المسيحي مفروض بيكون بيت هادي ترفرف عليه السلام ويكون بيت فرح. لكن كتير ما احنا بنسمع ان واحد لما تيجي تسأله كده بعد ما اتجوز، هل انت سعيد في حياتك الزوجية؟ ما عرفش انتوا كل واحد هتجاوب السؤال ده ازاي، لكن ساعات نسأل واحد يقول اوكي it's not bad، او يقول لك طب هنعمل ايه، قضاء وقضاء، او ربنا اللي يسامحه اللي كان السبب، او يبتدي يشكي. لكن نادر ما حد يكلمك يعني عن ايه، او ده اللي احنا بنشوفه. يمكن احنا بيجيناش الناس الفرحين يعني. فعايزين نتكلم على ايه بعض الاسباب اللي هي ممكن تذهب الفرح من الاسرة، وازاي نعالجها. طبعا هناك اسباب كتيرة، وانتوا يعني تعرفوا بعض منها، لكن انا هاكلمكم على يعني بعض الاسباب بالنسبة للاسرة المتدينة. يعني مش هقول لما الخطية تخش في البيت، او الزوج ينحرف، او يبقى له علاقة مع حد، لا، انا هكلم على الاسرة المتدينة. انما الفهم الخاطئ للوصية او العلاقات الزوجية ممكن يؤدي الى غياب الفرح في داخل الأسرة. وزي ما احنا بنتكلم على انه المكان اللي بيبقى فيه سلام وفيه فرح بيبقى مكان مقبول، ناس بتقبل عليه، لكن لما الفرح يذهب من البيت بتذهب معاه الهجرة. دايما الواحد بيهاجر من المكان اللي ما بيبقاش فرحان فيه. عشان كده من ضمن أسباب الطلاق أو الانفصال اللي بتحصل إنه ما بقاش فيه فرح في البيت، أو غياب السلام، أو حتى بالنسبة للأبناء. يعني مثلا في أبناء بيسيبوا البيت، ما بحبوش يقعدوا في البيت بسبب
ان البيت ما عادش فيه فرح وما عادش فيه سلام. يا اما يعني بيفضلوا ان هم يسكنوا في مكان بعيد لما تتاح لهم الفرصه، يعني خاصه لما يخشوا الجامعه، او البنت مثلا او اول فرصه جواز بالنسبه لها، ساعات بيكون الدافع هو انها تبعد عن البيت اللي ما فيهوش فرح. وغياب الفرح في البيت طبعا احنا بنقول السبب عشان نعالجه، هو ممكن يكون سبب الزوج وممكن تكون سبب الزوج، يعني ما نقدرش نقول ان في واحد بس هو اللي مسؤول وهو سبب او هو اللي عليه المسؤولية ان يحافظ على الفرح في داخل البيت. وايضا فاذا هي مسؤولية مشتركة وممكن تكون الاسباب اسباب مشتركة. عشان كده انا اقول بعض الاسباب من ناحية الزوج وبعض الاسباب اللي ممكن تكون من ناحية الزوج. من ناحية الزوج نبتدي بالزوج. من ناحية الزوج، الزوج حينما يفهم ما ذكره الكتاب المقدس عن ان الرجل هو رأس المرأة، ويتحول يختلط هذا المفهوم الخاطئ مع بعض المفاهيم المتوارثة بانه الرجل يكون رجل في البيت لما يكون متسلط متحكم، ويبتدي يمارس هذه الرجولة على زوجته، وذات ان هو وذات لو كان تربى في بيت انه الرجل هو المتسلط وان الزوجة يعني ملهاش دور او ملهاش كلمة في البيت. واحيانا الناس تركز على ما ذكر عن سارة وانها كانت تدعو ابراهيم سيدي، ويبتدي وده الحاجة الوحيدة اللي بياخدها من الوصية بدون ما يفهم ايه مفهوم الخضوع وما المقصود به. فده بيؤدي الى بعض الاشياء اللي ممكن تكون موجودة في البيت نتيجة هذا الفهم الخاطئ لموضوع اني الرجل رأس المرأة، او ان الزوجة لابد ان تكون خاضعة لزوجها، وان الكنيسة بتوصيها ان هي تدعوه سيدي. والحقيقة الوصية ما بتقولش كده، يعني الوصية للزوجة ما بتقولش للزوجة ادعي زوجك سيدي، بتقول لها احترمي زوجك زي ما كانت سارة بتحترم ابراهيم وبتسميه سيدي. يعني دي كانت علامة من علامات الاحترام. لكن ممكن واحدة تقول لزوجها سيدي بنوع من السخرية، يعني مش شرط ان العبارة نفسها او الكلمة نفسها تعبر عن نوع من الاحترام. انما المهم الوضع اللي موجود هو الاحترام. ودي هنيجي لسه فيها لما نتكلم على الزوج. فالزوج لما يفهم الوسيط انه رأس المرأة بنوع من التسلط، فممكن يلغي شخصية زوجته. يعني بتبقى الزوجة ملهاش رأي في حاجة، يعني وظيفتها انها تتلقى التعليمات والأوامر. فبالتالي الوضع ده ما بيؤديش الى نوع من الفرح، ان حتى لو كانت يعني هتطيع كنوع من الخوف، بالذات لو كان يعني زوج عنيف في كلامه او عنيف في اسلوبه. فالخوف لا يسبب فرح، لانه الفرح والخوف لا يرتبطوا ببعضهم على الاطلاق. او يكون الزوج عنده مفهوم ان دور الزوجة انها تريح زوجها، تريحه وتسعده. طب وهو دوره ايه؟ يعني هل هو ليه نفس الدور؟ يعني في المسيحية دايما كل الوصايا بالنسبة للزوجين بتبقى متبادلة، يعني بيطلب من الزوج حاجة وتطلب من الزوج حاجة من الزوجة حاجة تاني. ما بتحطش المسؤولية
على طرف واحد. فهنا الشخص المفروض ان كل شخص يعمل على اسعاد الاخر. وربنا لما خلق حواء الخلق لها معينة نظيره، ادى مبدأ المساواة. انما المساواة دي فقدت، او العلاقة المساواة دي فقدت بعد السقوط، فاصبح علاقة صراع مين يتحكم في التاني. لكن الصورة الاولانية صورة مختلفة، وصورة كان فيها سعادة. يعني لما ربنا خلق حواء خلقها لان كان في احتياج عند ادم، ولما لما ربنا قدم حواء لادم، ادم انبسط وقال عليها ان هذه تضع امراه لانها من امرئ اخذت، يعني حس ان هي جزء منه. وده مفهوم الزواج المسيحي، ان الاثنين يصيروا جسدا واحدا. طب لما احنا لو خدنا مثل الجسد الواحد، الجسد يعني، نجد ان الاعضاء في الجسد ما فيش اعضاء عملها ان هي تريح الاعضاء الاخرى، لكن الاعضاء كلها بتتعاون مع بعضها. يعني جسمك بتقدرش تقول مثلا رجليك شايلك، صح رجليك شايلك، بس رجليك ما تقدرش تشيلك بدون ما القلب يساعدها، لان لو القلب ما تدخلهاش دم مش هتعرف تشيلك، بدون ما يكون الظهر سليم، لان لو الظهر مش سليم الرجلين مش هتعرف تشيل الواحد، وهكذا. فاذا الجسد، فكرة الجسد الواحد هو ان الاعضاء بتتعاون مع بعضها، ما فيش عضو بيبقى عليه هو المسؤولية الكامل. كمان ايضا مفهوم التسلط ممكن يكون في نوع من التحكم. يعني طبعا مهم ان الزوج يعرف مثلا زوجته بتروح فين، بتعمل ايه، بتشتغل ايه. يعني في فرق بين تبادل المعلومات والمعرفة وبين التحكم الشديد. يعني احيانا توصل دي الى نوع من التحكم الشديد اللي ممكن يبقى فيه نوع من الخنقة كده. يعني بتعرفش تعمل اي حاجة غير لازم يعني لما تستأذن. واحنا بنشوف امثلة كتير للنوع من التسلط الشديد ونوع من التحكم اللي هو نقول عليه كتم النفس، يعني كتم على نفسها كده. طبعا لازم في فرق بين ان يبقى فيه معرفة وتبادل مع بعض، بس برضو كل واحد ليه خصوصيته. يعني الزواج لا يلغي خصوصية الشخص، لا يلغي خصوصية الشخص، فكل واحد برضو له خصوصياته وله دائرة خاصة به. من حقه ان يتمتع بالحرية في داخل هذه الدائرة. يعني الزواج بيقيد حرية الواحد بس ما بيلغيهاش. ففي مساحة من الحرية مفروض تكون في حياة الزوجة وايضا في الزوج. احيانا بتقول على الناحية التانية، بس احنا لسه جايين على الزوجة بعد شوية. كمان ايضا ان الزوج احيانا يفصل زوجته عن عالمها الخارجي، يعني عن أسرتها وعن أصدقائها وعن يعني حتى بالنسبة لعملها، وساعات يجبرها أن هي تسيب شغلها أو ما تحققش طموحها مثلا من ناحية شغلها. فكل دي بتخلي ما فيش نوع من الفرح. الإنسان اللي بيلاقي نفسه مضغوط مش هيكون فرحان. أو عدم احترام، عدم احترام الزوجة. الزوج المسؤول هو يحترم زوجته، وبالذات الاحترام أمام الأولاد. وممكن التسلط ده يدي نوع من الإزاء النفسي، يعني ساعات يبقى في زعيق، في إهانة، في شتائم. طبعا أحيانا بيؤدي إلى إزاء جسدي كمان، عشان كده بتيجي حالات الدوميستيك فايلنس والضرب جد يعني. أو التسلط الجسدي نتيجة الفهم الخاطئ للآية اللي بتقال ليهم في الزواج، وهي مأخوذة من رسالة القديس بولس الرسول،
إلى أهل كورنثوس صح السابع: ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. فأحيانا الزوج يفهم الآية دي إن هو من حقه أن الزوجة تشبع له رغباته الجنسية في أي وقت يريده وبأي طريقة يريدها، وبالتالي ممكن يجبرها على ممارسات خاطئة، ويعتقد أنه مادام هما متزوجين يبقى هو له كل الحق بالنسبة للتسلط على جسد زوجته. لكن طبعا بينسى النص الثاني من الآية اللي هو: وكذلك الرجل ليس له تسلط على جسده بل للمرأة، يعني النص الثاني من الآية. ولكن دي ليس معناها الانحرافات الجسد الجنسية حتى ولو بموافقة، يعني حتى لو وافقوا عليها، لكن برضو تعتبر خطأ، لأنه ربنا رتب سر الزيجة أو الزواج وعمل له نظام، لذلك الخروج عن هذا النظام هو يعتبر خروج عن وصية الله من ناحية الزواج. طبعا نتيجة كل دي بيؤدي إلى نوع من الخوف والرعب، والجو اللي مفهوش سلام مفهوش طمأنينة، ممكن تلاقي الزوجة بتخاف من جوزها المتسلط ده، وطبعا بتستريح في عدم وجوده. كده نجد كتير مثلا في حالات ما بتصدق مثلا الزوجة ان هو مش موجود، وساعات نستغرب ان في ناس عاشوا مع بعض مثلا سنين طويلة وبعد مثلا 30 سنة جايين يطلبوا جايين للمجلس الإكليريكي، يعني طب وانتوا كنتوا فين في 30 سنة دي؟ يعني في 30 سنة دول كانوا مشغولين عن بعض، هو مشغول في شغله وهي مشغولة بالأولاد، طبعا العيال كبروا وهو طلع معاش وبقوا وشهم في وش بعض. فيبتدي عشان كده مثلا في فترة اللوك داون بتاع كوفيد دي حصلت حاجتين: بعض الأسر مشاكلهم زادت، وبعض الأسر ارتبطوا ببعض أكتر. يعني تلاقي الحاجتين موجودين، تلاقي أسرة تقول يا دي كانت فرصة طيبة ان احنا نعرف بعض ونقرب من بعض ونقرب من ولادنا، وفي أسر تانية يا احنا ما كناش يعني مش طايقين يقعدوا يعني مع بعض، يعني بينا وشنا في وش بعض على طول، مش بيلاقوا حاجة يعملوها غير انهم يتخانقوا. فده يعني كشفت لنا، او بعض الأسر كشفت هذه الحاجة، ودي بتبان اكتر زي ما بنقول في لما الواحد بيتقدم في الزواج، بتمر السنوات والعيال بيكبروا ويمشوا، فالبيت هيفضى عليهم بقوا هما الاثنين. فساعات نقول لهم ده يعني شهر عسل جديد، يضحكوا عسل ايه وبتاع. وفي ناس العكس، يعني في ناس يعني ذلك لما بيكون في فرح وسلام في البيت بالعكس يقولك يعني يحس ان هما مش بس زوجين، دول اصدقاء. دايما الانسان بيبقى مبسوط ان يقعد مع صديقه، ف يعني الواحد الزوج الناجح اللي هو يشعر انه زوجته دي مش بس زوجته، دي صديقته كمان، يعني والعكس الناس. طيب نتيجه ده النتيجه، طب ايه العلاج؟ العلاج هو المفهوم الصح لهذه الايه. الكتاب المقدس قال إن الرجل رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسة. وإحنا ساعات بناخد حتة من الآية ونسيب الآية الجزء الثاني، وقال أما رأس المسيح فهو الله. طيب لو إحنا خدنا الآية دي في كمالتها، هل المسيح رأس الكنيسة بمعنى التسلط؟ ده هو بذل نفسه لأجلها، يعني ده مفهوم الرأس، مفهوم الرأس القيادة، هو القيادة البازلة. السيد المسيح لما تكلم على كيف يكون الإنسان عظيم، قال إن طريق العظمة هو طريق الخدمة، أن من أراد أن يكون أولا فليكن
آخر الكل وخادم للكل. والسيد المسيح قدم المثل ده، يعني لم قبل ما أن يطلب من الكنيسة أن تخضع عليه هو بذل نفسه لأجله. ذلك كمالة الوصية أيها وقال أحب نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، وبذل نفسه لأجلها. فإذا لو إحنا لو إحنا فهمنا أو كل رجل فهم هذه الآية بهذا المفهوم واستكمل بقية الآيات، يعني مثلا في أيضا رسالة كولوسي قال أيها الرجال أحبوا نسائكم ولا تكونوا قصاه عليهن، عدم القسوة. وبعدين في وصية مهمة أوصاها القديس بطرس في رسالته، قال كذلك أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف، معطينا أيهن كرامة كالورثات أيضا نعمة الحياة كي لا تعاق صلواتكم. يعني وهنا استخدم كلمة الفطنة، فطنة يعني الحكمة. يعني إيه الحكمة؟ أول حاجة الكرامة، يعني قال إن هم معطيهن الكرامة، كرامة كإيه؟ كورثات نعمة الحياة. يعني هنا فيش أعظم كرامة من كده، يعني الكرامة إنها ورثة نعمة الحياة، يعني هي ورثة للملكوت زيك بالظبط. هنا الفطنة، وبعدين قال معطينا الكرامة، يعني الواحد لما يكرم زوجته وبيكرم نفسه. الفطنة هنا اللي هي الحكمة، الحكمة ليه؟ لأنه الصفات الرجل غير صفات المرأة بوجه عام. بعد كده لما الواحد بيتزوج طبعا بيختار واحدة بيشوف فيها حاجات كويسة، وبعدين بعد ما يتجوز يبتدي يكتشف حاجات، يعني حاجات كويسة أكتر وحاجات مش كويسة، يعني يبتدي يكتشف حاجات. هنا الحكمة بقى، الحكمة إن زينا تبني على الإيجابي وتتجنب السلبي. لكن لو الإنسان عاش في خيال، لا أنا عايز حاجة تبقى كده، طب ما دي مش موجودة، الواقع غير اللي أنت تتخيله. لازم الإنسان يحط نفسه في مكان الشخص ده، بس هو مش هيقدر يعمل حاجة لأي شخص إلا لو كان بيحبه. أنت إيه اللي يخلي الواحد يحتمل واحد إلا لو كان في محبة حقيقية موجودة. فممكن الراجل يسخر من بعض الصفات في المرأة، يعني بدل ما يبني عليها يقول لك دول عقلهم ضعيف، دول يعني انفعاليين. ما هو لك مش قولك الأضعف، يعني إيه كلمة الأضعف دي؟ فأمكن أضعف بدنيا، ولو إن يعني في ستات يعني إحنا لسه كان عندي واحد بيشكي لي من إزاي مراته من يوم ما اتجوزه وهي بتضغب فيه ضرب، يعني ضاكته بيكتعب منها يعني، ولما تيجي تضغب ابنه يستنكد بيه يقول أنا بخاف، لحسن أقول له أنا مش قادر أساعدك للضغب زيك. فيعني ربنا يخلي الكاراتيه والحاجاتيه. إنما دي استثناءات، يعني دي استثناءات. فعايز أقول إنه الإنسان الفطنة هي إن الإنسان إزاي يعرف الشخص اللي قدامه، وإزاي إن هو يعني يقدر إن هو يبني على الحاجات الإيجابية في الشخص اللي قدامه. نيجي بالنسبة للزوجة بقى، طبعا الزوجة ممكن تكون هي سبب في غياب الفرح من البيت. لما تكون في زوجة، الزوجة المدللة، يعني واحدة تحب اتربت مثلا بطريقة معينة وكانوا بمدلعينها واللي عايزاه بيجبهولها، فافتكرت الحياة كده يعني. فلما تتجوز فاكرة ان يعني جوزها لو بيحبها بصحيح لازم يجيب لها كل حاجة عايزاها، وطبعا جوزها الغلبان ده بيحاول طبعا يعمل كده ويشتغل شغلانة او اتنين وتلاتة، بس هي طلباتها لا تنتهي. فبالتالي ما بتبقاش مبسوطة مهما عمل، برضو حاسة ان هي يعني ان هو مش مقدرها وما بيجيب لهاش اللي هي عايزاه.
طبعا هنا لان هنا في مفهوم خطا لانه مسؤوليه الرجل من ناحيه اسرته ومن ناحيه زوجته. فلما ربنا خلق حواء قال لكي تكون معينا له. ذلك لما تقرب في امثال 31 بيتكلم على المراه الفاضله وادى امثله للمراه الفاضله انها بتساعد جوزها، بتساعد جوزها في انها بتختار حقل وبيثمر بتصنع عليه اقمصه وبتبيعها، يعني مش واحده مدلله مستنيه جوزها يجيب لها كل حاجه، لكن واحده تستطيع ان هي تتحمل المسؤوليه. النوع الثاني اللي هو ممكن للاسراف، يعني ساعات في زوجة تكون مسرفة، عندها تحب تصرف، تحب تشتري حاجات، فبالتالي بترهق زوجها وبترهق البيت، وممكن دي تسبب نوع من الـ يعني الضغوط على البيت، فبيبقوا برضو ما فيش نوع من السعادة، لأن لما بيكون في احتياجات أخرى ولكن الزوجة نتيجة محبتها للصرف والشوبينج والحاجات دي فبتأثر على البيت. يعني طبعا الحاجة المشهورة حكاية النكد دي، يعني طبعا النكد ممكن يجي من الرجل أو من الست، لكن يعني فعاوزين نعرف إيه هو النكد. يعني النكد مش هو الشكوى، لأنه ممكن واحد يشتكي من حاجة تكون حقيقية، لكن النكد هو الشكوى من حاجة ما تستحقش الشكوى. يعني مثلا طلعين يتفسحوا مثلا ومبسوطين، بعدين نسيت حاجة، ياه تقعد هي متضايقة ومتنكدة ومتنكدة عليهم في الطلعة دي في الفسحة دي، ممكن تعديها يعني بناقص. لكن ساعات الست لأنها بتركز على حاجات دقيقة، يعني الست بتمتاز بأن ليها نظرة كده، يعني تلمح الحاجة زي ما بتلمح الحاجة الكويسة بتلمح الحاجة اللي مش كويسة برضه، يعني ممكن حاجات تعدي على الزوج، وفي حاجات بالنسبة لها مهمة جدا وبالنسبة لزوجها مش حاسس ان ايه اهمية الموضوع ده، يعني فيحصل نوع من النكد نتيجة كده. فالنكد ده بيتعب البيت، وطبعا بيطلع الفرح من البيت، لانه يعني كل حاجة يجوا يعملوها اكيد هتطلع حاجة ناقصة، هتطلع حاجة مش مظبوطة، فبالتالي مبقاش فيه فرح في البيت. ويمكن أكبر مثل في الكتاب المقدس للزوجة النكدية هي زوجة أيوب. يعني الراجل مستريح ومحتمل وهي تقول له إيه؟ بارك الله ومت. قال له إلى متى تتمسك بكمالك؟ يعني طب هي ما عانتش من حاجة، ده هو اللي بيعاني، والراجل محتمل وبيقول الرب أعطى والرب أخذ يكن اسم الرب مبارك، هي لازم تنكد عليه وتقول له يعني إلى أنت إذا متى أنت متمسك بكمالك بارك الله وموت. رأي واحد قال لك ربنا خد من أيوب كل حاجة ما عدا يعني جزء من التجربة. الحاجة التانية أو التالتة العصبية، يعني في ساعات ست تلاقيها عصبية تزعق كتير نرفز كتير تشخط، يعني يقولك ده المفروض الست يعني تمتاز بالرقة بالكلمة الطيبة بتاع، فلما تكون هي اللي بتزعق وهي اللي تشخط وهي اللي بتعمل، فطبعا دي يعني بتخلق جو في البيت مفهوش فرح، وبالذات ان الزوج مهما كان ما يقدرش يجريها في الزعيق والشخيط. يعني لو زوج من سوء حظه مراته من النوع ده فلابد ان يسكت، لان لو دخل معاها هو الخاسر والجيران هيجيبوا لهم البوليس، فلازم
يعني يوسع مخه ويسكت ويسيب البيت لحد ما تهدى وبعدين يبقى يتكلم معاه. فالعصبية دي، وممكن العصبية دي تؤدي إلى عنف. وأنا أديتكم مثل، يعني احنا بنشوف حالات دلوقتي، يعني احيانا دلوقتي الدوماستيك فايولنس مش بس من الزوج، احيانا بتكون من الزوج او بتكون عنيفة على الاولاد، بس العنف على الاولاد هيطفش الولاد. النوع الثاني لما تكون الزوجة بتفهم المساواة بطريقة خاطئة، يعني تفهم المساواة ان لا، ان من حقها تروح وقت ما تروح، ترجع وقت ما ترجع، تعمل وقت ما تعمل، ده حقها لانها زيها زي زوجها، فبتنسميها الزوجة المتمردة. وطبعا لما يكون الوضع ده ما بيخلقش نوع من الفرح في البيت، يبقى نوع من الصراع. وزي ما قال القديس بولس: ليس الرجل دون المرأة ولا المرأة دون الرجل في الرب، لان كما ان المرأة من الرجل هكذا ايضا بالمرأة الرجل بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. في نوع تاني اللي هو ممكن الزوجة المسيطرة، يعني ساعات السيطرة بتكون من ناحية الزوج، بيكون الرجل ليس له أي دور في البيت، يعني وجوده بس كان مثلا بيجيب شوية فلوس أو حاجة، لكن ليس له أي كلمة في البيت. وللأسف النموذج ده بيزيد، يعني دور الرجل بيقل دلوقتي، يعني في المجتمع للأسف انه دور الرجل. بيحصل خلل في البيت، خلل، يعني ربنا خلق رجل وخلق امرأة وخلق لده دور وعمل لده دور، فلما الموضوع ده يختل فالبيت بيختل، وحتى لو مشوا نفسهم كده بيختل بالنسبة لأولادهم، لأنه بيطلعوا يفتكروا كده. يعني واحدة مثلا تطلع تفتكر إن هو البيت كده، إن هي تكون متسلطة والراجل ده ملوش كلمة، وإلا يبقى يعني العواقب ما بتبقى سليمة. فهنا النوع ده ما بيخلقش نوع من الفرح في البيت. النوع الآخر اللي هو الزوجة الممتنعة. ساعات الزوجة يعني لما يكون يعني ليها يعني طلب في حاجة وتحب تضغط على جوزها، ساعات تستخدم العلاقات الجسدية كنوع من الضغط، ودي بقى بتدخلها في مشكلة كبيرة، بتخلق مشكلة كبيرة داخل الأسرة. إنه طبعا الجو المحبة والجو السلام بيخلي العلاقات الجسدية، يعني العلاقات الجسدية دي فيها يعني بعد إنسان، فيها إنسان يختلف عن الكائنات الأخرى. لكن استخدام السلاح ده كسلاح للضغط على الزوج بيدخل الزوجة في مشاكل كتيرة، وممكن تؤدي إلى يعني بالذات إن الزوج طبعا هيبقى بالنسبة له بيحس إن كرامته إن هو مش هيطلب حاجة زي كده، ويعني بنخش في مشاكل كبيرة ممكن تؤدي إلى انهيار الأسرة. والقديس بولس الرسول كان له بروح القدس وصية واضحة بهذا الموضوع، في كورنثوس الأولى 7: ألا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على الموافقة إلى حين. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون بموافقة على إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. يعني الحاجة اللي الكنيسة لا تتدخل فيها وتركتها للحرية الشخصية بين الزوجين هي العلاقة بينهم وبين بعض، هما اللي حددوها. يعني لا تجبرهم على سواء في علاقة أو ما فيش علاقة. لكن الشيء اللي تؤكد على الكتاب المقدس هي الموافقة، أن يكون بموافقة. أي بموافقة مين؟ موافقتهم، مش موافقة أب الاعتراف ولا موافقة الكنيسة. يعني ليس للكنيسة الحق
انها تقول لزوجها تمتنع عن زوجها ولا تقول لزوج يمتنع عن زوجته. بالعكس، تقول لو انتوا عاوزين عشان تصوموا وتتناولوا اتفقوا مع بعض، لو ما قدرتوش مش هتقدروا تتناولوا. ف يعني هنا قد ايه ان هذا الامر الكتاب المقدس بيؤكد فيه على عنصر الموافقة. لذلك استخدام هذا الامر كوسيلة للضغط سواء من هذا او ذاك الرجل او المرأة يمثل خروج عن مفهوم الأسرة أو المفهوم المسيحي للأسرة، حتى لو كان بسبب النسك أو الصوم أو العبادة لابد أن يكون بموافقة، لأن اللي عايز يعيش حياة النسك دي ما يتجوز. يعني ما ينفعش حد يتجوز وبعدين يقول بعد ما اتجوزنا خلاص أنا يعني مش عايز يبقى فيه علاقات. لو اتفقوا على بعض، لو اتفقوا مع بعض اتفقوا. فدي برضو نقطة، لأن للأسف ساعات إحنا يعني بنشوفها وتكون سبب في مشاكل بين الأسر. طبعا نتيجة كل ده، نتيجة كل الحاجات اللي إحنا قلناها دي، يعني ما بيبقاش في جو من الفرح والسلام في داخل البيت، وممكن الزوج يسيب البيت، ممكن ينحرف، ممكن العنف ده يبقى جزء من الحياة في البيت، ممكن يؤدي إلى الأولاد كمان يتركوا البيت. والعلاج هو إن احنا نفهم مفهوم الخضوع بمفهوم سليم اللي هو شرحه الكتاب المقدس، إنه مثل خضوع الكنيسة للمسيح. وممكن الزوجة المدللة تقرأ إصحاح 31 وناخد مثال مثلا أبي جايل الزوجة الحكيمة اللي رغم أن نبال جوزها كان مخطئ لكن هي حطت قدامها أنها تحميه. يعني هي راحت لداود عشان تحمي زوجها من الخطأ اللي هو عمله، وقدرت أنها تقنعه أنه لما يقابل الشر بالشر أن ده شيء سوف يسيء اللي هو. كمان أيضا ناخد مثل في العذراء، العذراء أم النور إزاي في توقيرها ليوسف وقالت لما المسيح بعد وهو سنه 12 سنة لما يعني كان موجود في الهيكل وكانوا بيدوروا عليه، فقالت له يا بنية لماذا فعلت هكذا بنا؟ وذا أنا أبوك وأنا، يعني حطت يوسف قبله أبوك وأنا كنا نطلبك معذبين، رغم أنه ليس أبوه بالجسد لكن أبوه قدام المجتمع، ومع هذا حطته قبليها. يعني قدمت يوسف عنها رغم طبعا الفرق الكبير في الكرامة ما بين العذراء ويوسف. بالنسبة للأبناء وعلاقة الوالدين بأبنائهم، في رسالة أفسس قالوا أنتم أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. تربية الأولاد ده شيء مهم جدا ويحتاج لحكمة ويحتاج لنعمة إلهية، لأن ممكن يكون بنية طيبة الإنسان يطفش ولاده ويكون سبب في انحرافهم. فمثلا التمييز بين الأبناء، الأبناء ما بيكونوش زي بعض، ممكن يكون في ابن مطيع أكتر بيسمع الكلام قريب من والديه، واحد بعيد شوية، واحد شاطر بيذاكر كويس، واحد أقل في المذاكرة. ساعات بيبقى مثلا في ميل أكتر بيبقى في الولد عن البنت، حاجات زي كده. الوالدين مفروض إن هم لا يفرقوا بين أبنائهم مهما كانت الأسباب، لأن التفرقة معناها الواحد بيفقد صفته كأب أو أم. وأيضا ما يقارنش، ساعات هنقعد نقارن، المقارنة دي ساعات تخلق يعني صراع بين الوالدين بين الأبناء. وطبعا احنا عندنا قصة رفقة، يعني رفقة حبت يعقوب لأنه كان يعني قريب من أمه وإنسان مطيع غير عيسو مثلا، لكن كانت محبة صادقة بس غير واعية،
في محبة صادقة لكن غير وعية. يعني واحد يحب أولاده بصدق بس بدون وعي. فعدم الوعي ده ممكن يجيب نتيجة عكسية. طب هي نتيجة كده عملت ايه؟ خسرت الاتنين. هي افتكرت ان هي انه البكورية ليعقوب وقالت وخلته يخدع، يعني شجعته حتى لما هو خاف قالت له لا روح بس خطيتك عليه تخافش. لما قالها طب افرض ابويا عرفني، لا ما تخافش، يعني شجعته على الغلط رغم ان هي كان هدفها كويس ورغم ان ده كان تدبير ربنا. يعني كتدبير ربنا انه احببت يعقوب بغط عيسو، فكانت البكورية هتيجي ليعقوب هتجيله لان هو الودي عيسو بحى. بس هي استعجلت ولجأت لأسلوب بشري. فساعات المحبة دي لما تكون شواعية بتؤدي إلى نتائج مش كويسة. كمان الحماية الزائدة الأوفر بروتكشن بتخلق نوع من الخنقة للأولاد، كل حاجة لا، فهو لازم يتعرض للمجتمع ولازم يواجه في المجتمع. عشان كده التربية هي ان انا اعلمه بالتدريج ان هو ياخد القرار. بيتحول دور في الاول في السن الصغير الاب والام بيوجهه اعمل كذا قول كذا كذا كذا. مع الوقت بقى لما يكبر يخش يبقى تين ايجر يتحول الدور الى دور موجه، يعني بقى احط قدامه المجالات المختلفة واسيبه في الاخر ياخد القرار. يبقى انا يعني الدور بتاعي بيتنوع مع الوقت. حتى المثل اللي دايما يقوله ان كبر ابنك ايه خوي، يعني ايه كبر ابنك خوي؟ يعني عامله كاخ ليك. فده يعني حاجه بنقولها حتى في الامثال الشعبيه. كمان ايضا عدم الاستماع، يعني الواحد الاب والام بيحس ان هو مسؤول يقول يعلم يوجه مش يسمع. لكن مش ممكن هتقدر توجه لما تسمع، يعني سهل انك تقول لا ولا ما تروحش الحتة الفلانية، لكن طب اسأل طب الحتة اللي فيها ايه خليك تكلم. كمان ايضا احنا في مجتمع مختلف، احنا تربينا في مجتمع واحنا جينا في مجتمع تاني، مش بس الفرق في المجتمع، الفرق في الزمن كمان. يعني هنا حتى داخل المجتمع الواحد الزمن بيغير، ففي تايم جاب جينيريشن جاب وفي كالتشرال جاب اتنين. فده طب اعالجه ازاي اي بريدج الجاب دي؟ ان انا اسمع واشوف فكل ما اعرف هقدر ان انا ادي اجابة. بالذات يعني كمان برضو في الاختيارات، يعني في ناس في اختيار نوع التعليم مواهب مختلفة. طبعا الواحد كل واحد يتمنى ان ابنه يبقى دكتور او يبقى مهندس او يبقى whatever، يعني بيتمنى حاجة معينة. طب بس افرته يعني ميوله مش الميول بتاعتك دي، فبتفرض عليه حاجة فبيفشل فيها. عشان كده واحد ممكن يخش مثلا كلية معينة عشان اهله قالوا له وفي الاخر بيفشل ما بيقدرش يكمل. فكل المهم يكون ناجح. طب ناجح ازاي في حاجة هو مش مقتنع بيها؟ هنا الاب والام بيدوس على نفسه، يعني هو الواحد دايما بيحط في اولاده عايز يحقق فيهم الشيء اللي هو ما حققهوش. ده شيء كويس، الواحد بيفرح انه الحاجة اللي انا ما قدرتش احققها اهو ابني اتحققت في ابني او في بنتي. بس المهم كمان ان هم يكونوا متقبلين هذا الأمر. وطبعا بتبقى المشكلة أكتر بقى في موضوع الزواج. طبعا أنتوا لسه ولادكم صغيرين، إنما لما يعني توصلوا للمرحلة دي بتواجهوا بقى موضوع الاختيارات. لذلك العلاج هو إن احنا نربي نستفيد بالسن الصغير. الطفل هو صغير ده عجينة في إيدك، حط فيه زي ما انت عايز، حط فيه زي ما انت عايز، مش هيقول لك لا ومش هيقول لك ليه.
تقول له تعالى نصلي، قول بسم الآب والابن والروح القدس، بسم الآب، قول بابا يسوع، بابا يسوع. يكبر شوية يقول لك هو ايه، فين بابا يسوع ده اللي انا بكلمه، وهو فين ربنا؟ طب اصلي ليه؟ هو صغير، تعالى الكنيسة اللي بالشماس، تعالى وقف جنبي في البنت مثلا، حاضر، توقف جنب مامتها، بعد شوية لا عايز اقف مع اصحابي، عايز اطلع برا، عايز لا مش هروح النهاردة، مش هروح الكنيسة النهاردة. فكل ما في السن الصغير ده بقى، هو ده كل ما تغرز فيه هيسنده بعدين، حتى لو حصلت له هزة كده يسنده بعدين. كده مهم قوي ان احنا نبتدي ونتعلم الحوار، يعني ازاي يبقى فيه نوع من الحوار، بس نحط قواعد للحوار، وإلا هيبقى مجرد يعني كلام مش هيجيب نتيجة. لكن لما أنا أعلمه إن في مرجعية لينا متفقين عليها، يبقى نتحاور من خلال المرجعية دي. لكن لو ما فيش مرجعية خلاص، يعني لو هو مرجعيته اللي بيسمعه من أهل العالم وانت بتكلمه مرجعية الكنيسة والكتاب المقدس، مش هتوصله النتيجة. لكن لو اتفقتوا الأول، احنا مرجعيتنا ان احنا ايماننا وتعليم الكتاب المقدس وتعليم كنيستنا، يبقى نتناقش في فيها نقدر نوصل لنتيجة. ربنا يجعل كل الأسر كلها أسر فرحة مبتهجة، وانه دايما يكون يعني الفرح موجود في داخل الأسرة، وزي ما اقول ان اساس الفرح هو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وكل ما نلتصق به أكتر، كل ما نستطيع أن نتغلب على كل المفاهيم الخاطئة، وتكون فعلا الأسر أسر سعيدة مبتهجة، ولله المجد الدائم إلى الأبد. آمين.